كشف موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوسط بين المملكة العربية السعودية والاحتلال ومصر بشأن مفاوضات نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السعودية نقلاً عن 5 مصادر أمريكية إسرائيلية. وقالت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن الاتفاق لم يكتمل بعد وإن المفاوضات مستمرة بشكل سري، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يسعى لإتمام الاتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط. وكان البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ناقشا في الفترة الماضية عقد اجتماع مع قادة إقليميين كجزء من زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط بناء على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال أكسيوس إن إدارة بايدن تعتقد أن توسطها بين الدول الثلاث لإنهاء نقل ملكية الجزيرتين يمكن أن يبني الثقة بين الطرفين ويخلق انفتاحا على العلاقات الدافئة بين السعودية وإسرائيل. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. أهلا بك دكتور سعد. بداية، ما هي الغاية من هذه التحركات الأمريكية السعودية أو التحركات الأمريكية إذا صح التعبير صوب السعودية؟ والله أنا تتبعت الموضوع ورأيت من سبقني في بحث الموضوع، وتبين أن الصحفي الذي عد الخبر لم يجتهد في أداء الهومورك، يعني في دراسة القضية. نقل الملكية من مصر إلى المملكة تم بكل خطواته بالكامل، يعني قانونيا الجزيرة تابعة للسعودية، وقد صدق عليها برلمان، وافق السيسي على الاتفاقية وصدق عليها برلمان، ولم تعد هناك خطوة أخرى قانونية. انتهت المسألة، محسومة من زمن، محسومة منذ سنتين أو أكثر. وسبب أصلا سبب النقل المكري ليس حرصا من السعودية على أن توسع أرضها أو أن تمتلك شيئا سابقا فقدته. السبب هو أن وجود تيران وصنافير التابعة لمصر تجعل المضيق الذي بينها وبين سيناء ملكا لمصر، نفس الأراضي، نفس المياه المحلية ملكا لمصر، فلا بد لإسرائيل أن تستأذن دائما من مصر. بينما إذا كانت تيران الصرافية تبع دولة ثانية وسيناء تبع دولة أخرى، تصير من المياه المياه عالمية ليست تابعة لدولة، فيحق لإسرائيل أن تبحر فيها أو أن تطير طياراتها دون إذن من حق دولي، بالتنسيق طبعا، مجرد تنسيق وليس إذن، بالتنسيق مع الدول المجاورة. هذا السبب، يعني هي مؤامرة بين السيسي وبين محمد بن سلمان من أجل تمكين إسرائيل للمستقبل. يعني هم محمد سلمان والسيسي متعاونان مع إسرائيل، ليس عندهم مشكلة، لكن فيما لو أصبحت قيادة مصر في المستقبل مع جهة غير متعاونة مع إسرائيل، فيكون قد ضمن المستقبل لهذا المضيق لإسرائيل. هذا سبب، والسبب وتم الترتيب وانتهى. فأعتقد الخبر هذا لم يجتهد الذي أعده في إعداده، والمسألة محسومة لإسرائيل وليس لها علاقة بزيارة بايدن. طيب، أيضا الموقع كشف عن زيارة سرية لمستشارين لبايدن للسعودية لترتيب لقاء، يعني كما أتينا في سياق الخبر، بين السعودية ومصر وإسرائيل. طيب، ما هي دلالة هذا اللقاء للدول الثلاث المجتمعة؟ يعني إن كان المقصود أنه تطبيع، فالتطبيع السعودية مع إسرائيل قد تم، في الحقيقة تم عسكريا، أمنيا، استخباراتيا، معلوماتيا، تجاريا، والآن حتى الجوازات الإسرائيلية مسموح لها الدخول، وقد دخل عدد كبير بالعشرات. يعني الآن استلمت الموانئ والمطارات والمنافذ السعودية أمرا بأن تقبل الجوازات الإسرائيلية، وقد دخلت فعلا، دخلوا وعقدت صفقات في نيوم وفي غيرها لتجار ورجال أعمال إسرائيليين وسواح إسرائيليين بالجواز الإسرائيلي وليس بجواز أمريكي أو أوروبي. العلاقات الاستخباراتية، اللقاءات مستمرة بين المسؤولين السفارة السعودية، والتنسيق الإقليمي ضد الإخوان المسلمين وضد الحركات الإسلامية وضد ما يسمى بالإرهاب الإسلامي وضد إيران،
بل ان اللقاءات بين المسؤولين، يعني نتنياهو التقى مع محمد بن سلمان اكثر من 3 مرات، احدها اكدها قبل يومين في مقابله، بومبيو اكدها في مقابله مع احدى التلفزيونات الاسرائيليه ان اللقاء تم في شمال السعوديه، يعني نتنياهو جاء الى شمال السعوديه والتقى مع محمد بن سلمان. التطبيع الرسمي بمعنى رفع العلم الاسرائيلي في الرياض او في جده، اسرائيل نفسها ليست متحمسه له، لان اسرائيل وامريكا مستفيدتان من قياده المملكه للعالم الاسلامي، فاذا تم التطبيع اضعف دور المملكه في قياده العالم الاسلامي، وهو دور مفيد لاسرائيل، مفيد لامريكا من اجل تحييد العالم الاسلامي. لانه اذا سقط دور المملكه في قياده العالم الاسلامي، استلمتها تركيا او استلمتها باكستان او غيرها من الدول التي لا يوثق بها من قبل اسرائيل. فاذا كانت القياده السعوديه الحاليه موثوق بها من قبل اسرائيل، لا داعي لرفع العلم، دعنا نستفيد من التطبيع الى اقصى مدى دون ان نتغنى برفع العلم في الرياض او في جده. طيب، العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية مرت بمرحلة من التوتر مع قدوم إدارة بايدن. الآن يفترض أن يقوم بايدن بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط، السعودية تكون جزء من هذه الزيارة، وكما أسلفنا هناك كانت زيارات سرية لمستشارين لبايدن للمملكة العربية السعودية. كيف يفهم هذا التقارب بعد كل التوتر الذي مرت به هذه العلاقات؟ هو التوتر ليس بين السعودية وأمريكا، التوتر هو محمد بن سلمان. كانت علاقته مع ترامب علاقة شخصية جدا، وهو فهم محمد بن سلمان أن العلاقة الشخصية ستستمر، وأن هذه الدول المؤسسات، الدول الديمقراطية التي هي فيها محاسبة وشفافية، في نهاية المطاف تنتهي عند شخص، فأنا علاقتي مع هذا الشخص. ما استطاع أن يجعل العلاقة مع بايدن نفس علاقته مع ترامب، لأن ترامب ملتزم بمؤسساته، لم يكن فاسدا من الناحية الشخصية، ويقدم مصلحته الشخصية على مصلحة البلد، فعجز أن يتعامل مع بايدن، فأراد أن يفتل عضلاته على أمريكا، ليس متكئا على قوته ولا على سيادة بلاده، متكئا على ترامب. يعني الآن علاقته مع ترامب وكوشنر والحزب الجمهوري قوية، لا تزال شخصية مهمة في حزب مثل مينوشين، لا يزال يتلقون المليارات حتى يدعمونه داخل امريكا، فهي ليست شجاعه ولا ثقه بالنفس، وليست سياده سعوديه في التحدي لامريكا، بل انه حتى رفض انتاج النفط هو تم بتنسيق مع ترامب حتى يضعف دور بايدن في امريكا. اذا ارتفعت الاسعار وازداد التضخم يفقد الحزب الديمقراطي فرصته في الانتخابات القادمه. طيب، فهذا مصدر التحدي. نعم، يعني دكتور اعذرني عن مقاطعة دكتور سعد، يعني هل يمكن القول أن استحقاق نقل السلطة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان شرطه التطبيع، أم هناك مبالغة في هذا الطرح؟ لا، التطبيع ليس شرطا وليس داخلا في الموضوع، يعني وليست أصلا انتقال السلطة ليس مطروحا للنقاش بين بايدن. اللي مطروح للنقاش هو 3 أمور، مطروح رفع إنتاج النفط وإلغاء الالتزام في اوبيك بلس، والثالث 2 اطلاق سراح محمد بن نايف واحمد بن عبد العزيز وبقيه المعتقلين من افراد العائله الحاكمه، والشرط الثالث هو ايقاف اي تعاون استراتيجي مع الصين. طبعا التطبيع والاعتلاء العرش ليس مطروحا، بايدن يعني يتعامل مع مصلحه دوله امريكا، ما يتعامل بصفته الشخصيه. وقد ارسل رئيس الاسلام القومي وحاول بن سلمان أن يعامله معاملة فوقية، فأرسل رئيس السايا، وهي يبدو أنه هدده تهديدات معينة، إن لم تلتزم فسنفعل ونترك، فأرسل محمد بن سلمان خالد بن سلمان يعني يسترضي بايدن، ويقول ما خلينا نتحدث، خلينا نتفاهم. حتى الآن لا ندري ما هو درجة حتى هذه اللحظة، هناك تكتم شديد من الطرفين، ما مدى استعداد محمد بن سلمان لتنفيذ الشروط 3؟ وهل فعلا سيقابل بايدن محمد بن سلمان او لا؟ انا في نظري انه ان محمد بن سلمان تشبث بموقفه وتحدى، رفض هذه المطالب الثلاث، لن تجد امريكا صعوبه في التخلص منه، لان المصالح الامريكيه هذه ليست مواقف شخصيه، امريكا لن ترحم اذا كانت مصالحها في خطر. اما اعتلاء العرش فهو مساله لا يريد محمد بن سلمان ان يطرحها، يخشى
لأن نعم. طرحت وقيل له لا لن ندعمك، يخشى أنه قد أقفل عليه الطريق تماما. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح من لندن على هذه المشاركة.